مرحبا مشاهدينا الكرام، مشتاقين نشوف مرحبا بكم معنا في الفيديو المباشر بقط مدينه الدار البيضاء. يعني كما كتلاحظوا معنا في اللحظات حنا كنتواجدوا في كورنيش عين دياب، وعلى غير العاده تزامنا مع الويكاند وايضا نهايه ديال الشهر. هذا نقول لكم انا الناس نهايه العطله الدراسيه، ايضا الناس داخل المنازل ديالهم، الناس مخارجين سهرانين لانهم غدا يفيقوا وليداتهم باش يمشيوا للمدرسه. يعني كما كتشوفوا معنا ايضا نهايه الشهر، اليوم 27 ولا دخلت 28، الناس كتوصل بهم العظم بهذا المعنى وما كيخرجوش يسهروا. حنا غنوريكم طريق كامله على الشريط الساحلي، هذا هو شارع لاكورنيش. حنا بالضبط في العمق على جد معقروبه من راكوبه. عرفنا مش شر مخدرات ولا شي، كلهم ملتمين هما تقريبا، وقفوا المرسيدس وشهادة تجار ديال المخدرات ولا شنو كيديروا. هانتوما شوفوا معنا الان كنتواجدوا بالشريط الساحلي. يعني كيف ما كتشوفوا معنا الطريق على غير العاده يوم الاحد، وايضا مع نهايه العطله الدراسيه الطريق خاويه. شفتوا معنا المطر شنو داروا قدامنا، كيفاش تسربوا الطوموبيل اللي قدامنا، فلا اله الا الله. شوفوا معنا ايضا مستعملين الدراجات الناريه والالعاب البهلوانيه.